أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا. الأستاذ عبد الله الحرازي والكابتن خالد الزيد هم ضيفا هذه الحلقة، خارطة الطريق الوحداوية للفيفا في التقرير التالي. كل المستجدات من الناحية النظامية التي تخص مجلس الإدارة بالتعاون أيضا مع مجلس أعضاء الشرف والتشاور مع كافة المحبين لما تم إنجازه في المرحلة الماضية. أيضا نرحب بحضور ومشاركة سعادة الأستاذ زياد فارسي نائب رئيس مجلس أعضاء الشرف والمرشح لمنصب أمين هيئة أعضاء الشرف، الرجل الداعم، الرجل الذي يقف بكل همة ونشاط لدعم مجلس الإدارة. تم الرفع الاستئناف بعد التنصيب على أساس خالد، وهو اللي طبعا اللي قام برفع الاستئناف، وبعد رفض الاستئناف برضه تم الاستمرار وتمت المتابعة وتم الاتصال بالمستشارين المحاميين عن طريق الأستاذ خالد برضه، وتم الاتصال بمحامين دوليين. بعد صدور القرار تشرفت بثقة الأستاذ جمال تونسي، وكان هنالك اجتماعات عاجلة وسريعة، سواء كانت مع الأستاذ جمال تونسي، مع الأستاذ طلعت تونسي، مع الدكتور خالد برقاوي، مع الأستاذ زياد فارسي، مع الكابتن حاتم خيمي، مع أيضا بعض أعضاء الشرف، على الرغم من ضيق الوقت لصياغة المذكرة الاستئنافية على قرار لجنة الانضباط. وفعلا تم صياغة قرار الاستئناف خلال 48 ساعة فقط. السفر كان إلى دبي فعلا برفقة المستشار الأستاذ خالد أبو راشد، التقينا بمجموعة من الاستشاريين قانونيين سواء كان سعوديين أو جنسيات مختلفة. كانت 24 ساعة حافلة الحقيقة، اجتماعات كانت متكررة حتى الوصول إلى اتفاقية نهائية تم توقيعها مع المحامي ليتولى الدفاع عن قضية نادي الوحدة. كيف كان رد طبعا الفعل المحامي؟ هل أعطاكم نسبة معينة للتحقيق النتيجة؟ هو شوف، نحن يعني عشان نتكلم من واقع الأمور القانونية الواضحة، أنه كل القانونيين عندما اطلعوا على الأوراق وعلى القضية وعلى المستندات أكدوا إن شاء الله بحول الله وقوته أنه يعني القضية في صالح نادي الوحدة. نحن لا نود الإفراط التام، نحن وضعين ثقتنا في أنه إن شاء الله أمورنا متكاملة، مستنداتنا كاملة، أيضا المذكرة اللي هترفع تكون متكاملة، وقانونيا إن شاء الله القضية ستحسم لنا هذه الوحدة 80% إن شاء الله. يعني وما تولدت هذه النسبة إلا من موقف نادي الوحدة القوي قانونا، فهذا اللي ولدها لدينا، هذه اللي ولدها لدى المحامين اللي تعاقدنا معهم ونسقنا معهم، فالكل متفائل، وفي النهاية يعني حنعمل اللي علينا والباقي على الله عز وجل زي ما يقولوا الأطباء برضه. هل النسبة دولية أو محلية؟ النسبة الذي وضعت على مستوى الدولة العالم أو على مستوى الدولة المحلية؟ هذه النسبة طبعا تم الاتفاق عليها وديا مع ما بين وبين المحامين الدوليين اللي تعاقدنا معهم ونسقنا معهم، الجميع اتفق على أنه تقريبا هذه النسبة يعني بإذن الله تعالى. هل سبق المحامي الذي طبعا يمشي في قضية نادي الوحدة أن كسب بعض القضايا؟ نعم، وسوف نعلنها بالأسماء بعد صدور القرار بإذن الله تعالى. اختلاف الوقت من تلفزيون إلى آخر، هناك من قال 6 دقائق، هناك من قال 12 دقيقة، هناك من قال 3 دقائق، وهناك من أخفى الدقائق، كيف ترى؟ يعني هو شوف، في تناقضات كثيرة يمكن احنا ما حنشير إليها، لكن ما ظهر في الإعلام إنه وجدنا إنه 12 دقيقة، ثم وجدنا تقرير الحكام 6 دقائق، ثم بالمتابعة الشريط وجدناها 3 دقائق، وبالتالي في خلفيات كثيرة سبق الإعلان عنها، وأكيد حتكون جزء وليس كل، ولكن جزء من ضمن ما سوف يتم تقديمه إلى المحكمة الدولية في لوزان. نعرف حتى لو في الاختبار المدرسة الأهلية أو اختبار مدرسة عادية، لو تم الشخمطة على أي ورقة يتم إلغاء هذه الورقة. هل تتوقع أن يلغى هذه الورقة وتعاد المباراة أو لها نظرة؟ شوف، القرار إذا حيصدر إما حيصدر لصالح اللجان أو لصالح الوحدة. إذا صدر لصالح الوحدة ثق تماما لن يصدر على جزئية معينة، حتكون في عدة جزئيات، وإذا صدر لصالح اللجان فأقر ما قامت به اللجان، فلا نستدق الأحداث.
طيب نشكر مراسلنا سليمان الزبيدي في جدة اللي كان خلف هذا التقرير. الحلقة انتهت. أستاذ عبد الله شكرا جزيلا لك. ولك كابتن خالد شكرا جزيلا لك. أشكرك أستاذ تركي على هذه الدعوة. نتمنى إن شاء الله أنك كنا يعني ضيوف إن شاء الله خفيفين إن شاء الله على المستمعين. أنا مشيت وعدنا بس تكون معنا مرة ثانية بإذن الله إن شاء الله. أنت تامر أمر يا أستاذ. تسلم يا حبيبي. هو من دخل الاستوديو لازم أرجع له على طريقة مشرب من مية النيل لازم أرجع له. شكرا يا حبيبي يعطيك العافية. وعدنا غدا 11:30 يا الله.